وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف في استوديو مركز الأخبار النقيب خالد مبارك بوغيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور. سيد بوغيس، بداية نرحب بك في استوديو مركز الأخبار، ولإطلاع الجمهور أكثر حول هذه التجربة، تجربة بيع الأرقام وعرضها في مزاد، بداية نود أن نتحدث عن فكرة طرح أرقام السيارات الخاصة في مزاد، وما الهدف من هذه الفكرة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم الاستضافة. الفكرة جاءت بدعم من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة التنسيقية حفظ الله ورعاه، بتوجيه من سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية، وبناء على استشفاف فئة واسعة من الجمهور في حصولها على أرقام مركبات مميزة، وبالتالي تكريسا لمبدأ الشفافية والعدالة والتنافسية اللي هو إحدى المبادئ اللي أرسلتها رؤية البحرين 2030. وبالتالي تم التوجيه في استحداث مزاد علني يدخل الكافة دون تمييز، إن كان شخص اعتباري أو شخص طبيعي، مقيم أو مواطن، والكل يحصل على الأرقام بطريقة تنافسية تحقق العدالة والتنافسية الشريفة. وإحنا نؤكد شكرنا للجنة التنسيقية الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ومجلس إدارة شركة ممتلكات على إنشائها شركة مزاد، اللي تعاونت مع الإدارة العامة للمرور، وكان هذا التعاون أثمر خلال الفترة الأخيرة عن نجاح هذه التجربة وطرح كافة الأرقام في منصات إلكترونية أو مزادات، وحقق أيضا مبدأ التنافسية نسمت. سيد بوغيس، في سياق ما ذكرته حول الدور الذي تعمل به اللجنة التنسيقية، هل لك أن تحدثنا عن شفافية طرح هذه الأرقام بهذه الآلية؟ اللجنة التنسيقية حرصت على أن يكون الطرح وفق مبدأ الشفافية نفس ما قلت، وذلك من خلال خلق بيئة تكون فيها الحصول على الأرقام بكفاءة، وإيجاد منصات إلكترونية ومزاد علني يدخل الكافة للحصول على هذه الأرقام، وذلك أيضا من خلال أن تكون كافة المعلومات المتعلقة بالمزاد معلومة للكافة بشفافية تامة، وأن تكون كافة إجراءات المزاد أو البيع المباشر متعلقة ومرتبطة بالقوانين المتعلقة بهذه الشأن. ليس هذا، بل حرصت اللجنة التنسيقية على أن تكون هناك فئتين من الأرقام. الفئة الأولى اللي هي الأرقام المميزة اللي يمكن الحصول عليها طرق مزايدة بالمزادات الإلكتروني أو مزاد العلني. الفئة الثانية هي الفئة البيع المباشر، بإمكان أي شخص لا يرغب الدخول في المزاد أنه يحصل على الأرقام عن طريق ايضا الموقع الالكتروني للشركه مزاد في اسعار ثابته، بيمكن الشراء اي رقم. فبالتالي هناك فئتين ايضا تحقق مبدا العداله في الحصول على هذه. اذا هناك مزاد وايضا هناك ارقام باسعار ثابته، يستطيع اي شخص الدخول عبر الموقع الالكتروني ويعني تداول هذه الارقام. بالضبط. الان تم طرح عدد من المزادات حول الارقام، ارقام السيارات الخاصه. كيف تقيمون التجربه الجديده بطرح ارقام سيارات في مزادات علنيه؟ من اول طرح مزاد، اول مزاد تاريخ 13/4/2017، وحاليا احنا في المزاد رقم 15. خلال اقل من عام، يعني اقل من عام. نستطيع ان نقول ان الفرصه، ان المشروع او هذه التجربه هي قصه نجاح والحمد لله. والاليه المستخدمه كانت من افضل الاليات القانونيه المستخدمه في طرح الارقام وتحقيق مبدا الشفافيه. اريد ان اكد أن المشروع من بدايته لحد تنفيذه كانت بكوادر وسواعد وطنية، كانت بدعم من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد. كل المشروع كانت بكوادر وأكتاف وطنية، وهذا شيء نعتز ونفتخر فيه. وإذا قلنا على المؤشرات، الحمد لله الرضا والتفاعل والإقبال مؤشرات إيجابية، وتدل ليس على نجاح، فاقت النجاح وفاقت التصورات والحمد لله. وهذا شيء نفتخر فيه احنا كبحرينيين. هذا ما شاهدناه جميع، او اغلبيه ردود الفعل كانت ايجابيه بنسبه عاليه جدا. الحمد لله رب العالمين. اذا النقيب خالد مبارك بوغيس القائم باعمال رئيس شعبه الشؤون القانونيه بالاداره العامه للمرور، كل الشكر والتقدير لتواجدك معنا هنا في استوديو مركز الاخبار. شكرا لكم. شكرا.